أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لإحدى سفن الحاويات العملاقة بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بميناء غرب بورسعيد. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميا، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية. وتعد هذه أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق بورسعيد مؤخراً.